نشاهد اليوم الأول من تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، إقبال غير مسبوق من أبناء الجاليات المصرية في دول العالم وتحديدا دول الخليج. احنا عارفين انه في عماله مصريه وجاليه اكبر في دول الخليج وعلى راسها المملكه العربيه السعوديه، بالرغم ان النهارده الجمعه يوم اجازه رسمي في دول او معظم طبعا الدول الخليجيه. الامر لم يقتصر فقط على الدول العربيه، كمان شفنا في مشهد حضاري وبديع وجميل جدا، يعني اصطفاف المصريين في عواصم العالم المختلفه في دول اوروبيه كثيره. النهارده نزل المصريين بالخارج وحاولوا يقولوا كلمتهم ويعبروا عن ارادتهم الحره في دول مختلفه، بنتكلم من شرق العالم الى غربه، يعني بداية من نيوزيلندا واستراليا مرورا بالصين واليابان وروسيا وأمريكا. شايفين يعني دول العالم كلها المصريين بينزلوا وبيمارسوا حقهم الدستوري اللي كفلوا الدستور في مشاهد رائعة جدا تابعناها جميعا النهاردة على مدار اليوم. هنروح مع حضراتكم سريعا للمملكة العربية السعودية، وأكبر جالية مصرية ده خارج الأراضي المصرية موجودة في المملكة العربية السعودية، بتقدر بحوالي 2.5 ل3 مليون مصري في المملكة السعودية. معانا على الهواء دكتور حسن الجراحي، رئيس بيت العيلة المصرية بالرياض، معانا على الهواء عبر تطبيق زوم. مساء الخير دكتور حسن، برحب بحضرتك ومنورنا في التاسعة. مساء الخير أستاذ محمد، أهلا وسهلا بحضرتك. الجالية المصرية الأكبر في المملكة العربية السعودية، كيف كان المشهد الانتخابي النهاردة في السعودية؟ النهاردة كان عندنا مشهد رائع، مشهد غير متوقع. ورد علينا 3 استحقاقات سابقة، لكن النهاردة كان شيء غير طبيعي ويوم غير عادي، وكان حدث مصري مفرح على مستوى العيلة المصرية الموجودة في السعودية لم يسبق له مثيل. حضرتك عارف ان السعوديه عندنا 3 مليون نسمه، يعني اكبر جاليه موجوده لمصر في الخارج. صحيح. بتشكل اكثر من 30% من عدد المصريين في الخارج. وتقدر تقول ان السعوديه البلد الوحيده في العالم اللي الجاليه المصريه فيها بتشكل نسيج من جميع طوائف الشعب المصري الموجود داخل الوطن، بجميع طوائفه وجميع فئاته، من العامل لاستاذ الجامعه للمستثمر، بكل فئات الشعب المصري. النهارده اقبال المصريين اللي كان موجودين في لجان الانتخابات اقبال غير متوقع، اكثر ما كنا متوقعينه، مع ان حضرتك تعرف ان المملكه العربيه السعوديه لها ظروف جغرافيه تختلف عن كل الدول. يمكن احنا عندنا انصليه في جده وانصليه في الرياض. صحيح. المملكه العربيه السعوديه متراميه الاطراف، يعني في مقرين انتخابيين بس البلد والمحل. في يعني عفوا المقاطعه، في مقرين انتخابيين في الرياض وجده. في الرياض وجده. تمام. ولما المواطن يجي اكثر من 1200 كيلو علشان يدلي بصوته، يعني معناته مجهود نابع من القلب. صحيح. طبعا كل اللي شجعهم على ان هم يتحملوا المشقه والمجهود والتعب، وزي ما حضرتك قلت يوم جمعه ويوم اجازه، ان الانجازات اللي تمت بقت ملحوظه على ارض الواقع، العين بقت شايفاها، سواء للمصري في الخارج او للمواطن في الداخل. مع اعتبار ان انتخابات المصريين في الخارج هي رؤيه مسبقه لنتائج الانتخابات اللي بتكون داخل الوطن. لان احنا نسيج من الوطن الداخلي، انا اسرتي موجوده في مصر والثاني اسرتهم موجوده في مصر، فكلنا بندي مؤشرات للي هيكون على الطبيعه داخل الوطن. الانجازات اللي تمت في الفتره اللي فاتت انجازات ملحوظه ولا ينكرها الا جاحد، خصوصا للمصريين في الخارج. المصريين في الخارج حصلوا في عهد الرئيس على انجازات كان بينادي بيها من اكثر من 30 سنه. الحق الدستوري في ان يختار رئيسه، الحق الدستوري انه يكون موجود في التشريع في البرلمان، كل دي مميزات حصل عليها المصريين في الخارج ما كانتش موجوده من قبل، فادت شيء من الطمانينه والتفاؤل للمستقبل، مستقبل المصري في الخارج ومستقبل اولاده. طب انا عايز اعرف من حضرتك دكتور حسن، عايز اعرف من حضرتك يعني رحله الناخب المصري الموجود على اراضي المملكه العربيه السعوديه الى القنصليه في الرياض او جده، المراحل اللي بتتم، كلمنا عن تفاصيل عمليه التصويت وصولا الى مقر الانتخاب في السفاره او القنصليه، مرورا بالدخول الى داخل المقر ووصولا الى الاقتراع.
العملية فنيا بتتم ازاي؟ حضرتك عارف ان المملكة العربية السعودية منفتحة على قنصليتين اللي قلنا عليهم في جدة وفي الرياض. اللي في جدة بتخدم المنطقة الغربية والمنطقة الجنوبية، اللي في الرياض بتخدم المنطقة الوسطى والمنطقة الشمالية. ممكن يجي واحد من احدى المناطق يمشي اكثر من 1200 كيلو بالسيارة الى ان يصل الى القنصلية ويدلي بصوته. طبعا بالجهود الذاتية وبجهود ابناء مصر في الخارج في السعودية الجالية الجميلة الجالية الوطنية العظيمة، تمت جهود تدبير الاوتوبيسات والباصات الى ان يصل المواطن من اقصى الشمال او من اقصى الجنوب الى مقر القنصلية. كان في استقبالات من البعثات الدبلوماسية لتسهيلات في دخول الناس ومراعاة لظروفهم اللي هم جايين بيها، ان هو راجل لازم يجي ويرجع في نفس اليوم، كانت اسر جايه مع اطفالها، فكان في تسهيلات متوفره من البعثه الدبلوماسيه ومن الجهود الذاتيه للمواطنين المصريين نفسهم. طب بشكرك دكتور حسن الجراحي رئيس بيت العيله المصريه، كنت معانا عبر زوم من العاصمه السعوديه الرياض.